تغلق. إذا مشاهدينا الكرام، أنا شفت مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا، بث مباشر من أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء أو العاصمة الاقتصادية. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا، شوفوا شنو واقع في فترة ديال الليل، خصوصا يعني كيف ما معروف كازا بالليل دائما ما كيوقعوا جرائم وحوادث سير اللي كتكون خطيرة. شوفوا معنا هذا الشخص، هو تعرى على المباشر. شو معنا داك الشخص اللي في حاله غير طبيعيه، تعرى على مول السياره ديال الاجره. يعني غادي نرجع ونرصد لكم اشنو اللي واقع تما بالضبط. صباح النور الناس مارتيل، صباح النور عليكم. احنا الان كنتواجدوا برنس مولاي عبد الله، برنس مولاي عبد الله. شوف يعني برنس مولاي عبد الله، هذه هي زنقة طاطا. الان غادي ندخلوا لشارع محمد الخامس. كيف ما معروف شارع محمد الخامس، شارع محمد الخامس ومن لا يعرفه في كل ارجاء انحاء المملكة المغربية. Thank you.
اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على متلقاكم بث مباشر ان شاء الله. الى اللقاء.